الرؤية وأريد تطلقان برنامج محو الأمية الرقمية للمرأة الريفية بإشراف من هيئة تقنية المعلومات وبدعم من بعض مؤسسات القطاع الخاص. تدشن جريدة الرؤية وبالشراكة مع أريد المرحلة الأولى من البرنامج المجاني محو الأمية الرقمية للمرأة العمانية الريفية، وذلك في معهد تاول للمعرفة بمنطقة الرميس. البرنامج يهدف إلى تمكين المرأة العمانية الحاصلة على أقل مؤهل دراسي بهدف مواكبة التطور في مجال التكنولوجيا ومساعدتها على إتمام شتى الأعمال. كما أن البرنامج يتيح الفرصة لرائدات الأعمال المنزلية للترويج لمنتجاتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإنهاء الأعمال المتعلقة بتجارتهن من خلال مواقع الحكومة الإلكترونية. يطمح البرنامج إلى تمكين 900 امرأة عمانية ويغطي الولايات التالية: بركاء، المصنعة، السويق، الخابورة، صحم، صحار، الرستاق، لواء، شناص، قريات، العامرات، السيب، بدبد، وولايات إزكي وسمائل ونزوة وبهلة والحمراء. اسمي بشرى سلام الحراسي، مدرب بالتقنية معلومات وصاحبة مركز تدريب إبداع بلا حدود لخدمات التدريب. هاي الدورة يعني كان مبادرة جدا جميلة من الرؤية ومن أريده أنهم يعملوها، لأنها جدا مهمة في الوقت الحالي اللي صار التكنولوجيا في حياتنا في أصغر الأمور، وخاصة أنه صاروا أطفالنا يجيدوا استخدامها بشكل احترافي نقدر نقول نوعا ما. فعلى الأولياء الأمور يكونوا لهم الدراية الكافية عشان يعرفوا كيف يتحكموا بالمحتويات اللي يستخدمها عيالهم. فبالتالي في خلال هذه الدورة النساء راح يتعلموا كيف يحموا أولادهم من الدخول في المواقع الغير مناسبة في أعمارهم، أو كيف إنهم يستخدموا التكنولوجيا بشكل صح إلى آخر، كان كاستخدام صحي أو كان استخدام كبحث المعلومات والاستفادة من المعلومات الموجودة على محركات البحث وعلى أي تطبيقات من تطبيقات الموبايل. وهي مبادرة جدا صراحة رائعة ومميزة إنه يكون تختص في الأمهات اللي في المنازل وتوعيتهم في استخدام التكنولوجيا. سعاد عبد الله الشخصي من ولاية مصنعة، دخلت هذه الدورة، دورة الرقمية للمرأة العمانية الريفية. استفدنا استفادة عظيمة، كنا نمر على البرامج بدون ما نعرفها، الحين أصبحنا نمر على البرامج وتعرفنا على كل برنامج وأهميته. بدرية راشد محمد السعدي من ولاية بركة السلاحة، التحقت بهذه الدورة وكانت اسمها الدورة الرقمية للمرأة العمانية، ودخلت الانترنت بسهولة، عرفت أدخل الدرايف وأخزن فيه، وفي النهاية بنعلم أولادنا بكل سهولة ويسر. نور سناد فاضل العامري، التحقت ببرنامج الرقمية للمرأة العمانية. مضامين البرنامج اللي هو تعرف على الهواتف الذكية ودورها في إنجاز الأعمال، ضبط إعدادات الهاتف، الأمان والخصوصية، ومناقشة بعض الأسئلة الأكثر شيوعاً. وتعلمنا في الدورة تنزيل بعض التطبيقات الخاصة بالأطفال.